اهلا، السلام عليكم حبيباتي. كيف دايرين لويزه ديالي؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا لاباس بخير وعلى خير، وانتم كتشاهدوا لا فيديو ديال هذا النهار مع فيديو جديد ان شاء الله. وهذا لا فيديو بديت لكم من مليليا. المهم راني دخلت، يلا عاد دخلت دابا. ها هي بنيتاتي. المهم غادي نمشي، واخيرا غادي نمشي نشوف واش راهم داروا السولد، وكنظن غيكونوا داروا 100%. الا داروا السولد اكيد هذا النهار غيكون ديال الشوبينغ. الا ما داروا السولد غادي نرجع بحال هادي، غادي ندور لكم دوره ونرجع، ولكن غالبا ما غيكونوا دايرين السولد. انا صراحه ما سولت حتى شي حد، ولكن فاش قلبت غير في الانترنت لقيت لو 1 جوي، دونك اليوم راه 7 في الشهر ولا 8، راه ضروري غادي يكون كاين السولد دابا. المهم نمشي نتلاقاو تما. انا وصلت. المهم الاغلبيه ديال لي ماغازان كاملين دايرين السولد، كلهم دايرين 50%، كلشي داير 50%، كاينش اللي داير 70. زعما كنزيدو نقلبو على الرخم. غادي نمشي نسبق من H&M، هي الاولى. ماما خاصني نبقى حاضيه مع بنتي الا بغيتو تلعبو هنايا، ولكن تنساليها حيت غادي نمشيو يسدو اصلا. ديجا خارجين معطلين، ما خارجينش بكري. وي هاست خادي فاروس. بالنسبه للبنات اللي تيقولوا لي علاش كتقولي اتش ام اي، البنات اتش ام اي ماشي راها غلطه، اتش ام اي راها بالاسبانيه، و اتش ام راها الفرنسي، فهمتوا؟ اتش اند ام راها بالانجليزيه، ستخا دي فاروس بالفرنسي، بالاسبانيه كيعيطوا لها ستخا دي فاروس. غادي ندخل نسبق منها هي الاولى نشوف شنو كاين فيها، عاد نمشي للاتش ام. كاين هنايا هاد الانواع ديال السراول دابا اللي راه كاينين لا مود، ديك الجوا كامل تحت مفقفقين بزاف من الفوق حتى لتحت، ديري لهم 12 أورو 99. حتى هادو زوينين عجبوني، ديري لهم 12.99، كيجيو على هاد الشكل. هادو هاد السريولات هادو ديري لهم 9.99 كاملين تقريبا في نفس الفصالة، شويه مجموعين هكذا من التحت. المهم شويه كلاس. هاد النوع هذا ديال هاد لا شوميز دايره 8.97. المهم دايرين هارو البيرميدات ديال الجين، ديري لهم 7.99. بالنسبه اللي تبغي تاخد الحوايج سولد من ديال البد من هاد الوقيته تخبعهم، كاينين كبيبات ديال الصوف فنين كيديروا 9.99، وحتى اللوينات ديالهم صراحه زوينين، الصفيفر والغوز البيض البلو. بالنسبه للبنات اللي كيسولوا على الاثمنه ديال هاد المكربات اللي خرجوا دابا لا مود، ها هما كاينين عده انواع واشكال. كاين هادو كيف ما كتشوفوا، كاين هادو. المهم كنحاول انني نهضر ونقطع لان طلقين الموسيقى تجيني كوبي رايت في لا فيديو. بالنسبه للثمن ديالها كدير 5.99، كوميم رخص من ستراديو فاروس ديال المغرب. الثمن ديالنا حنايا كيديروا عندنا 120 درهم غير هاد الجوج هادو.
اليوم خرجنا من اش ام ودابا غادي نمشي للسي اند ا ونمشي للاوركسترا دغيا لان ما كاينش الوقت وهما كيسدوا في 9 وديجا هادي 8 يعني ما كاينش الوقت صرافتي كندير لكم غير مختطفات وصافي ولكن اللي خاصكم تعرفوا هو ان داروا السولد كاين السولد في كلشي وديجا خديت شي حويجات من اش ام لزينب زينب تمروة بقيت يمكن المهم مبقيتش عاقلة شوفي عاد خرجت من تما وما بقيتش عاقلة باش تعرفوا صافي الراس ما بقاش عندي المهم مهم سالينا من اش ام خدي فاريوس سي اند ا مشينا للاوركسترا ودابا جيت لهنا البريمور باش ناخذ غير واحد الماسك داك الماسك الاسود عرفتوه هو اللي بغيت ناخذو حيت غزال فريمون غزال
بالنسبه لهذاك لي بوين نوار واعر ما كاينش المهم كاين هذا هو هذا اللي كناخذو وكاين هذا ما عرفتش واش ناخذو هذا هذا عاد دخلوه ما عرفتش واش زوين ولا ما زوينش شو ناخذ اما هذا والله ما عارف حرت ها هو كاين حتى البينك ديالو هناك هنا كاينه الحيره كيدير اورو فاصله 99 جوج اورو نجرب هذا واقيلا الحيره يا الحيره ها هما كاين حتى في الخضر الزرق والخضر هذا مرطب هاي مكتوبه فيه مرطب هذا الله اعلم هذا كيعطي لي انرجي للبشره هذا ديال البيبوش بناتي قابطين لي بارفان خدامين كيتعطرو يا سلام يلا عاد خرج دابا من بريموغ وكاين الريح ولكن عندنا الزهر لان فريمون كيبقاو حالين حتى العشرة انا كاين صحابي في التسعود كيسدو ولكن في العشرة حتى العشرة عاد بداو صافي كيسدو دابا خصني ضروري ندخل الاشي ام نرجع كنجري نشوف واحد الصغيب صغير البنت صاحبتي تهزيتو وليت عاوتاني حطيتو قلت حتى نمشي للاوركسترا ونشوف واش فيه شي حاجة زعما واش نلقى شي حاجة الساعة فاش مشيت للاوركسترا ما عجبتني حتى حاجة ودابا راني راجعة خصني ضروري نمشي كنطير نهز هذاك الصبيبط ونرجع المهم صبغي نلقاهم ها بعدا هما راهم باقيين حالين باقيين حالين حيت وحد اخرين صافي راهم بداو كيسدو كاع اتمنى صافي انا دخلت صافي نلقاه فين حطيتو حيت تهزيتو وليت عاوتاني حطيتو وندمت وما كاينش هنايا نمشي نشوف واش نرجعوه لبلاصتو مع حطيتو في لاكاس يلا زينب ها انا لقيتو ها هو شتيه رخيص ماشي تا غالي كيدير يلا 4.99 فعوض 10 تقريبا لاباس هاي لاباس لقيتو كراهي تفقست صافي دابا غادي نخلصو وغادي نمشي ديريكتومون لايغوسكي نمشي ناخد بعدا قرعة الما لأن فغيمون عطشت و تا زينب بنتي عطشات كنا غنموتو بالعطش اوغوزمون ايغوسكي بقات حالة أما كلشي تقريبا سد كلشي سد بقات غير فلوس حمراء لا واحد الفلوس صغير نشوفو واش لقات لنا شي فلوس هنوريها لهم سانت شفتو عاوتاني وحدة اخر ولكن ما قديتش عليها سانت هادي يا بنتي دائما غتلقاها مليوحة في الارض دائما حيت هادي غير سانت غير بسيطة هذيك ايوا عطيتي واحد عطيتكم 5 دراهم هذا ديال ماكدونالدز نسيتي ايوا حنا عندنا حنا 100 درهم كطيح لنا الفلوس كطيح لنا 5 دراهم 10 دراهم 20 درهم 100 درهم 50 درهم باك داك النهار طاحت له 200 فرانك والله الا واحد النهار بنا طاحت له راجلي 40 ريال ما عرفت كيفاش وقعت له اما هنايا غالبا ما داك السوينطا دائما تلقايا مليوحه في الارض هو مهم شوفوا البنات غادي نمشي للدار ان شاء الله نوصل ونتلاقى بكم داك الساعه نوريكم شنو خديت
يلا عاد دابا شويه باش دخلت للدار. المهم غادي نتقاسم معكم هذا الشيء اللي خديت. المهم الصراحه مشيت على اساس باش ناخذ لراسي ساعه البنات، ما خديت حتى شي حاجه ليلي انا باش هكذا هكا شي حاجه ديال الملبوس وداكشي، ما خديت حتى شي حاجه، بقيت هكا صافي شريت غير لبناتي. المهم ما شريت لهمش حوايج ديال الصيف لانهما ديجا عندهم حوايج ديال الصيف بزاف، ما بغيتش كاع ناخذ لهم هكا شي حاجه ديال الصيف. وخديت لهم هكا الحمد لله اللهم لك الحمد، لقيت لهم كبيبطات اللي سخونين هكذا ليامات البرد ان شاء الله، الله يطولنا غير العمر ونبقاو على خير وبخير. المهم خديت لهم هكا حويجات البرد لان غالبا ما كيكونوش كاع الحوايج يعني اللي كيكونوا هكا سخونين ما كيكونوش كاع، كيكونوا غير هكا الحويجات رهيفين وديال الصيف هما اللي اكثريه كيكونوا في السولد، اما داكشي اللي هكا ثقيل وداكشي قليل فاش كيكون، وحتى الا كان ما كيطيحش بزاف في الثمن يعني كيبقى شويه غالي. وانا قلت لكم الا اصلا بقى، اما دابا الحمد لله لقيت لهم هكا غير شي حويجات في اوركسترا. المهم وخديتهم. المهم اول حاجه غنوريكم الحوايج اللي خديت من اوركسترا نبدا بيها. المهم شي حوايج خديتهم ليلي، شي حوايج نطيح التليفون، شي حوايج ما خديتهمش ليلي تسخرت لصاحبتي. المهم تعقلوا داك النهار فاش كنت خديت لبنتي نضادر وما كنتش، المهم كنت لقيت غير وحدين ما لقيتش جوج، وقالت لي راهم غادي يدخلوا. المهم لقيتهم راهم دخلوا وشريتهم. المهم دابا راهم بجوجهم حيت ما كنتش بغيت كاع نعطيهم لهم، كانت كل وحده كتقول لي عطيني والاخرى كتبقى تغوت لا انا تعطيني، شنو قلت لهم بجوجكم ما غتاخذوهمش حتى نشري لكم عاوتاني من بعد وداك الساعه نعطيو لكم. دابا عاد غادي نعطيهم لهم. بالنسبه لهادو الثمن ديالهم كيديروا 5 ديال الاورو، كيديروا 5.99 فعاود 11.99. المهم دابا هكا الا بغاو يديروهم ما غاديش نزولهم لهم، كتعرفوا حدا كتبقى فيها الحال علاش عطيتيها واش يحسن مني واش هذا، الاحسن درت لهم بوز قلت لهم ما غاديش نعطيكم كاع بلاتي نزول هادو بلاتي نوريهم لكم. واخا هادو خديت هذا خديته لمروه داير على هاد الشكل مكتوبه فيه وي. المهم كتعرفوا هاد اللعيبات هادو ديال الموزون كيطلعوا هكذا ويهبطوا حتى هكا كيرجع هكذا بالصفر، ومكتوبه فيه وي واما هكذا بالروز. المهم هذا خديته الثمن ديالو نورمالمون الثمن الحقيقي ديالو كيدير 20 اورو، وهنا دايرين له زعما 10 ديال الاورو وزادوا طيحوه وخلاوه يلاه ب 7 ديال الاورو. بالنسبه لهاد الاثمنه اللي خديت بهم البنات حيت عندي لاكارت ديال الاوركسترا، اما ما الا ما كانش عندك لاكارت غتاخذوه بالثمن هذا اللي كيكون هنا من الفوق يعني 20 اورو. المهم هذا خديته مروه، وخديت خيطها خديت لزينب حتى هي بحالها، ها هو هذاك خديت فيه 5 سنين وهذا خديت فيه 10 سنين وتا هو نفس الثمن تا هو 7 ديال الاور. هذا تا هو خديته المروه كيجي على هذا الشكل، هذا هذا 5 سنين وفيه هكا من اللور هاد الطراقيات هادو، وهو جاي كبوط وفيه من هنايا هاد اللعيبه هادي بحال زعما ملبوس تحت منه شي هكا الشوميزه من تحت وهكا داير، ولكن هادو سخون يعني سخيخن ديال البرد وتا من هنايا شي شويش مصوف. وهذا الثمن ديالو كان كيدير 26 اورو ورجعوه، ماشي رجعوا هو كيدير 26 اورو، اللي عنده لاكارت كياخذها ب 13 اورو، ولكن زادوا داروا فيه التخفيض وخلاوه ب 9 ديال الاورو. وين صراحه هذا عجبني وخديت منه جوج، ها هو هذا المرو الزين خديت لهم عاوتاني واحد اخر كيجي على هذا الشكل هذا،
فيه صديفات في الكتاف وكيجي على هذا الشكل. حتى هو فيه الموزون وفيه لوف، وهكا مي كيتقلب كيرجع مي لوف مي. وخلاص هكا جاي من التحت هكذا، التحتاني شويه طويل والفوقاني هكا قصير وفيه افتحات من الجناب ومجموع هكذا من اليدين. وهذا الثمن ديالو بحال الاخر، حتى هو دايرين له 9 ديال الاورو. خديت لهم عاوتاني كبابط كيجي عاوتاني على هذا الشكل هكذا، فيه هكا في الكمام فيه هادو في البلاصه ديال لي زيبول، ومجموع حتى هو من اليديدات وجاي على هذا الشكل. هذا ديال مروه والثمن ديالو كان 25 اورو، واللي عنده لاكارت كياخذو ب 12 اورو 49. وتا هو داروا فيه السولد وداروا له 9 ديال الاورو. المهم خديت لهم حتى هما بجوج، زعما بجوجهم بحال بحال. حتى هو نفس الثمن. هادشي اللي خديت من اوركسترا. وبالنسبه لهذاك شنو خديت الماسك اللي خديت، خديت هذا. صراحه بقيت كنقول شنو ناخذ شنو ناخذ شنو ناخذ، وانا هذا صراحه مجربه وكيعجبني بزاف، حيت فريمون كينقي خصوصا الا كديروا فهاد البلاصه كينقي مزيان داك لي بوين نوار. المهم انا بعدا خصوصا كينقيهم لي مزيان. ونورمالمون الثمن ديالو كناخذو بجوج ديال الاورو، ولكن نقصو ديري له دابا يلاه غير اورو. ها هي ديري له يلاه اورو. المهم هذا هو بالنسبه للبنات اللي عندها لي بوين نوار وتبغي تزولهم، ها هو تسكرينيه حيت فريمون غزال زوين بزاف. كاينين الانواع الاخرين ولكن صراحه انا ما مجرباهمش، وبقيت كنقول ما عرفتش زعما واش يصدقوا لي ولا ما يصدقوليش. فاش اللي قلت شنو غادي ناخذ هذاك اللي كنعرفو ونهني راسي، بحيث الاخر علين يتقضى لي. المهم هادو خديتهم بريمور. دخلت لداخل في الجهه اللي فين كيكونوا دايرين الشامبوانات وداكشي، وخديت هاد لو شامبوان هذا ديال الكيراتين، لان انا الشامبوان ديالي علين يتقضى لي ما بقاليش فيه بزاف، وباقي لي واحد مسدود كاع في مره كنت جبته معايا من الالمان، ولكن خفت نمشي نطيح اون بان ولا شي حاجه، وخصوصا دابا دايرين السولد بغيت نستافد. المهم خديت هاد الشامبوان هذا ديال الكيراتين وكيعاودوا عليه زوين. كاين هذا، كاين ديال ارغان، كاين ديال الماكاداميا، كاين ديال الكوكو، وكاين صافي كاين هاد الربعه يمكن. المهم هادو اللي شفتهم وهزيتهم وقريتهم. المهم كيعاودوا عليه بانه زوين وداك الشيء و صافي. المهم الثمن ديالو 5 اورو فاصله 50، ها هي 5 اورو فاصله 50 غير، حيت دابا قلت لكم راهم دايرين سولد وصافي. وخديت الديميلور ديالو حتى هو، ها هو، وتا هو نفس الثمن 5.50. يعني بجوج بهم طاحوا عليا بواحد 11 اورو، يعني بحال نقولوا 110 دراهم 115 درهم، المهم على حسب الصرف وصافي. المهم الصراحه الريحه ديالهم ماشي شي ريحه، شامبوان زوين ولكن ديميلور ما ديميلور جاتني ريحتهم مجهده، ما عرف ما ريحته بحال هكا شي برودوي، ما عرف ما فيش يعني داك الريحه اللي زوينه، ولكن شامبوان شامبوان ريحته زوينه. المهم غادي نجربهم وغادي نقول لكم واش زوينين اولا. ومن اش ام خديت لزينب هاد السبرديله هادي اللي كتجي على هاد الشكل كيف ما كتشوفوا، فيها هادو من هنايا وجايه هكا فيها السيور. صراحه عجبتني وانا ناخذها لها، وهادي غادي نخليها لها حتى الدخول المدرسي، حيت دابا عندها وغير غادي تكرفصها مع جايه هكا في البيض، وانا عندي زينب كتكرفص ما كتسوقش فين كتصطام ولا. المهم هادي الثمن ديالها كانت كدير قول 25 اورو، وخديتها 99، يعني بحال خديتها ب 100 درهم.
لها سروال ديال الجين كيجي على هذا الشكل هذا، سوا فيه هذا هاد اللعيبات هادو، وكيجي هكا سليم ومهم عادي. وهذا كان الثمن ديالو كيدير 17 أورو 99، 18 أورو قول خديته يلاه ب 7 أورو، 6.99 خديته يلاه ب 7 ديال الأورو. خديت لها سروال جين واحد اخر اللي كيجي على هذا الشكل بحال هكا من اللور، ومن القدام حتى هو غير هكا عادي، وجيت لهنا للركيبات وفيهم هاد الفراشه هادي بحال هكا صافي. تو هبطت لتحت، هذا كان الثمن ديالو تا هو كيدير 18 أورو، خديته ب 6.99. خديت لها واحد في الصفر حيت ديجا عندها واحد في الغوز، عندها واحد بحال بلو سيال ولا فيغ دو، وخديت لها هذا في الصفر حتى هو جاي سامبل عادي، هذا عادي ما فيه لا جيوبه لا حتى حاجه. وهذا خديته لها مهم، هذا نورمالمون كان كيدير 10 ديال الأورو وخديته لها ب 7، هذا خديته لها ب 7 ديال الأورو، هنا ما فيهش ولكن مهم انا عاقله عليه كان ب 7 الأورو. وانا خديت لراسي من H&M هاد الكسيوه هادي اللي كتجي هكا فين كديروا هكا ليديدات، وكيجيو هادو هابطين على لي زيبول هكذا، وهي جايه من تحت شورت، يعني من هنايا جايه شورت ماشي كسوه. المهم هادي جايه على هاد الشكل، هادي خديتها البنات غير باش نلبسها هكذا في الدار، راكم كتعرفوا الصيف وداك الشيء الصهد، وخديتها مع التوب ديالها ديال الخيط مبرد. وبالنسبه لهادي الثمن ديالها كانت كدير 14.99 وخديتها ب 5.99، يعني بحال بداك 60 درهم. ما عارفين على النظاظر الاخرين، المهم خديت نظيضرات من H&M اللي جايين على هذا الشكل هذا، وهادو خديتهم ب 10 أورو، هادو ما دايرينش فيهم السولد، خديتها هاهي 9.99، صراحه عجبوني مزيونين. واصلا انا هاد النوع هاد اللي كيكونوا هكا شي شويه مجبدين كيجيو معايا هانتوما، شتي مزيونين شتي هكا جايين مجبدين. المهم خديت هادو، خديت واحد اخرين عارفين راني في راني لايحاهم، المهم نشوفهم ونهادو. المهم انا هادشي اللي خديت غير هاد الكسيوه هادي للدار، وخديت هاد جوج ديال النظاظر صافي، هادشي شنو يعني شنو خديت. وخديت خلاص الشامبوان وهذاك الماسك، والنظاظر الاخرين ها هما اللي جايين هكا، هادو جايين هكا فيهم هاد النيود هذا وفي الكحل، هادو جايين عاوتاني على هاد الشكل. يعني صراحه هادو عجبوني وقلت ناخذهم، وهادو حتى هما كان الثمن ديالهم كان كيدير بحالهم 9.99، حتى هما 9.99 هادو 7.99، يعني بحال نقولوا ب 80 درهم هادو ب 80 درهم والاخرين ب 100 درهم. وهنايا عند سي اند ا اولا سي اونت ا بالالمانيه، حيت قبيله جبت لكم هذا الموضوع وما كملتش، بالنسبه كانوا كيدخلوا البنات كيقولوا لي اسماء ما سميتهاش H&M، الا ما عرفتيش تقولي اسم ديالها ما تقوليهاش. علاش ما نقولهاش؟ راه عادي حتى الا غلط تصلحيني، ماشي تقمعيني، لا هكا راه باش ما عمرنا ما كنزيدو حنا للقدام، دائما خصنا فين نخرجوا الكبت ديالنا لواحد اخر. لا حتى الا كنت غلطه قولي لي عافاك اختي، راه ماشي هكاك، راه كيفاش وانا غنتقبلها بصدر رحب، علاش الدنيا هانيه؟ راه كي قلت لكم ما دمنا في الحياه راه كنتعلموا، كيجيو مشاكل وكنتعلموا، كتجي شي مصلحه وكنتعلموا، زيد. المهم H&M بالفرنسي، H&M بالاسبانيه، مثلا هاد سي اند ا، سي اونت ا بالالمانيه، سي ا بالفرنسي، يعني كل واحد ولغته كيفاش كي شم بالمغربيه بالمغربيه شم H&M
اش ام هم 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 سي اند ا سا او لا نقولوا لها كا. المهم او 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 اوركسترا الى جينا نقراوها اوركسترا الى جينا نقراوها بالفرنسي غنقراو لها اوركسترا ماشي اوركسترا. المهم راه غير ضحكين وصافي. المهم خديت هادو هذا خديته لزينب اللي كيجي تا هو على هذا الشكل والكميمات ديالو جهه الكتف هابطين هاد اللعيبات هكا وهكا عادي وفيه هكا الصديفات وهذا كان كيدير ما نعرف ما دايرينلوش دايرين تيكيه عليها. المهم خديتها نورمالمون كان ما عرف بشحال تيدير وهبطوه لا ما عرف شحال كان كيدير وهبطوه ل 9.90 وعاوتاني ضاربين عليها واخا كانت مكتوبه بالاحمر ضاربين عليها وردينو ما باليش تيتقطعات. المهم ردينو ب 4.90 لا لا هادي سي اند ا هذاك سي اند 9.90 ومن بعد 4.90 يعني خديته ب 50 درهم هذا. المهم صراحه هذا عجبني وخديته لها وخديت لها عاوتاني واحد اخر كيجي على هذا الشكل هكا. المهم هذا حتى هذا حمقني جاو كتيفات ديالو بحال هذا الشكل وهابط ومجموع خلاص اللوراني ديالو ما فيه والو. هذا الثمن ديالو كان كيدير ما عرف شحال ردوه 12.90 وضربوا عليها ومن بعد داروا له حتى هو 4.90 يعني حتى هو بحال ب 50 درهم صراحه والله العظيم. فهاد الوقيته ديال الصولد الواحد يتكسر فهاد الوقيته هادي ما تخليوش راسكم حتى الدخول المدرسي استغلوا هاد الوقيته هادي ديال الصولد وهذاك وشريو لهم. هذا خديته لمروه هكذا جاي في الكري ومجموع هكا من التحت وليدي دات سام مجموع حتى هو هكا من هنايا وفيه هاد اللعبه هادو هكا في اللوينات كبارين وصغيورين في الموف وفي الغوز وفي البلو وفي الصفر. المهم وبالنسبه هذا الثمن ديالو حتى هو بحال الاخرين وفي الثالثه هو ب 4.90 يعني ب 50 درهم وتا هذا سخون من الداخل مصوف. نسيت ما قلت لكم راهي ما خديتش مراسي. المهم خديت واحد السنايبلات خديت لهم هاد هاد الشرطات اللي كيكونوا هكا هابطين شويه على الركبه هادو خديتهم لزينب فيهم هاد الفلامينغو وواحد هكذا جاي سامبل. المهم هادو بجوجهم كانوا كيديروا 9.90 وخديتهم ب 7.90 وخديت المروه هي بحالهم بحالها وتا هي نفس الثمن هي 7.90 وخديت هاد اليو اس بي هاد اليو اس بي خديته حتى هو من سي اند ا هذا حيت انا الهدف ديالي ما بقاش كيخدم لي وعندي واحد اخر ولا ثقيل في لا شارج ديال التليفون وداكشي. المهم خديته فيه جوج ديال ريوس فيه الراس ديال الايفون وفيه الراس العادي ديال سامسونج وداكشي. خديت هادي خديته ب 8 اورو هي هنا لتحت 8 اورو باش خديته. المهم صاب غير يخدم لي انا عاد غنجربو دابا. المهم الا ما خدمش اكيد غادي نردو منين ندخل عندهم حيت عندي الحق انني نرد ما نفوتش غير الشهر. او انا خديت هاد السنايبلات هادو لصق فيهم هاد السنايبلات هادو غير هادو عاديين البنات غير هكا للدار ولا للبحر. المهم ها نتوما جاي فيهم هاد البريون هذا وهادي في الكحل خديتها هما ديجا كانوا كاتبين فيها ما فيهاش كاع الثمن. المهم هما كانوا دايرين نورمالمون كيديروا 3 ديال الاورو ومي مشيت دوزهم في لاكاس لقيتهم دايرين يلاه 2.25 اورو يعني بحال نقولوا ما كاملاش 25 درهم. وخديت حتى هذه خديتها حتى في الغوز
ها هي خلاص، هذه جايه هكا سامبل، ما فيهاش ما فيهاش داك البريون وداك الشيء. صافي فاش دزت الايروسكي، حيت دزت الايروسكي قلت لكم جاهم العطش وداك الشيء، وانا كنغلبني العطش، خديت عاوتاني لي لانجيت. هادو كيكونوا ما كاملاش حتى جوج الاورو، جوج بيهم وزوينين رطب وما كيديروا لا طياب لا حتى شي حاجه. صافي هادشي البنات انا اللي تقطيت، يعني ما خديت حتى شي حاجه واحده اخرى، ما شريت حتى حاجه. هادشي شنو شريت انا قسمته معاكم، وغادي نوريكم هذاك الشيء اللي شريت لصاحبتي، البنت صاحبتي. خديت لها هاد الكسيوه هادي، جايه على هاد الشكل ديال ميني ماوس، ومعها الشورت ديالها، وهي صراحه جايه فنه كتحمق. هادي كان الثمن ديالها كان كيدير 12.90 اورو، وخديتها ب9.90. خديت لبنتها الكبيره، خديت لها مايو اللي كيجي على هاد الشكل، توا ديال ميني الفوقاني كيجي على هاد الشكل. هادو خديتهم من اوركسترا. المهم بالنسبه للثمن ديال المايو كيدير 16.99 اورو، واللي عنده لاكارت كياخذو ب8 ديال الاورو فاصله 49. ولكن كانوا دايرين سولد، اللي عنده لاكارت ياخذو ب7 ديال الاورو. خديت لبنتها عاوتاني الصغيره كسيوه واحده اخرى اللي كتجي على هذا الشكل هكا سامبل، وهنايا لتحت فيها هكا هاد طريزات بهاد اللوينات، وهكا جايه من تحت مضوبله، ومعاها هاد العيبه ديالها هكا حتى هو مطروز. وهذه كانت الثمن ديالها كان كيدير 34.95 اورو، واللي عنده لاكارت ب 17.48 اورو، ولكن كانوا دايرين سولد وغير ب 9 ديال الاورو. وبنتها الكبيره خديت لها هذا، كيجي على هذا الشكل هكا، كيجي من هنايا مجموع بحال الا لابسه شي جيلي من فوق منه زعما، وفيه هاد اللعيبات هادو من اللور هاد الشبيكه. وهذا الثمن ديالو كان كيدير 14 اورو، خديته ب7 ديال الاورو. وخديت لها هاد الصنداله اللي جايه على هاد الشكل، صراحه هي مزيونه. هادي كنت خديت بحالها لزينب، وهادي كدير 10.99 اورو. المهم يا نورمالمون ب15.39، ولكن خديتها يلا ب10.99 اورو. صافي واخر حاجه هما هادو، كيمشيو هكذا بثلاثه. هاد ديباردورات كيمشيو هكذا بثلاثه، في هاد الغوز وفي البيض وفي الخضر. هادو كانوا كيديروا 9 ديال الاورو، ومن بعد رجعوهم ب4 ديال الاورو فاصلة 50، ومن بعد عاوداني رجعوهم ب3 ديال الاورو. صافي خديت لها حتى هادو. وفي اشي ام خديت لبنتها الصغيرة، هاد الصغير تيحمق، شوفوا البنات هانتوما صغيور تبارك الله ما شاء الله غزال، شفتوا صغيور. وهذا اللي كان كيدير 9.99 اورو، وخديته ب5 اورو، 4.99. صافي هادو هما الحوايج اللي خديت لصاحبتي، خديت نجمعهم لها باش نديهم لها ان شاء الله. وانا هادشي اللي خديت، صافي ما خديت حتى شي حاجه واحده اخرى، المهم ما نسيت حتى شي حاجه، حيت اصلا داكشي اللي جبتو حطيتو هكا قدامي. المهم سمحوا لي لا فيديو ديال هاد النهار غادي يجي طويل شويه، ولكن استسمح. نتوما اللي قلتوا لي ميت تمشي لمنيليا ضروري تورينا وتشاركي معنا داكشي اللي شريتي. المهم انا تقاسمت معكم هادشي اللي خديت، صراحه ستخالي فاريوز عجبوني، حمقوني السيكان والصبابط، سطاوني، وقيستهم على اساس باش نشريهم. وفي التالي شنو بقيت كنقول، ما كاينش الوقت، وباش غادي تمشي عاد وتبقاي تختاري للدراري الصغار يعني خاصك الوقت، وانا ما عنديش الوقت وعارفهم غادي يسدو. شنو درت هي، فاش جدرت لكم داك الجوله في ستخالي فاريوز، ومن بعد مشيت نيشان، بديت هكذا كنقلب للدراري الصغار، وفاش كنا خارجين كان كلشي سد، يعني ما بقاليش الوقت باش عاد نمشي انا. ولكن باش جايه ان شاء الله دابا ما غنولي نعاود نشري لهم ما حتى شي حاجه، الا لقيت لهم شي حاجه وحمقاتني غادي ناخذها لهم، اما صافي ما غنبقى، صافي ما غنبقى دابا باش نشري لهم حتى شي حاجه. حتى الصد ان شاء الله الا بقينا بالحياه ديال شهر جوج ان شاء الله عاد ناخذ لهم. ومهم انا باش جايه انا كي قلت
انا اللي غادي نمشي نشري راسي ويشري راجلي مسكين. المهم بنات صافي بوز دابا اصلا كثرت الشراوط وداكشي صافي بناقص. ومهم هنا وصلت للتالي ديال لا فيديو، كنتمنى لا فيديو ديال هذا النهار تنال الاعجاب ديالكم، اكيد الا عجبتكم دعموني باللايكات ديالكم، ونقول لكم تهلاو في راسكم حتى تلقاو ان شاء الله في لا فيديو ديال غدا. السلام عليكم.